بمناسبة افتتاحه، يعلن محل بصريات خليل الكائن بملتقى زنقة تونس وشارع مولاي إسماعيل بمدينة مرشيد عن تخفيضات جد مهمة تصل إلى 30% من مشترياتكم في عرض محدود طيلة شهر يوليوز أغشت 2021. محل بصريات خليل كيحمل أفكار جديدة مناسبة لكل فئات وبأثمنة تنافسية، إطارات نظارات بالمجان بأشكال مختلفة ترضي جميع الأعمار، قياس البصر، تنظيف وصيانة نظارات، خدمات ما بعد البيع وأثمنة جد مناسبة في متناول الجميع وتخفيضات على جميع أنواع النظارات. ومن بين المنتوجات التي توفر عليها مركز بصريات خليل نظارات طبية وشمسية والعدسات اللاصقة منحودة. العرض صالح لشهري يوليوز أغشت من سنة 2021. للمزيد من المعلومات المرجو زيارة المحل أو الاتصال على الأرقام الظاهرة